سعودي في بطولة كأس آسيا الآن يلعب في ربع النهائي مع فيتنام، أعتقد المباراة زي بدأت كده. أول شيء السعودي ده المفروض نشيد به وإشادة كبيرة جدا. أشوف المنتخب الأولمبي السعودي هو حيكون دنوعة المنتخب الأول للسعودية في مقبل الأيام. الكادر الوطني كابتن سعد الشهري رجل ضليع جدا في إدارة المنتخبات، رجل فكره عالي. بس عشان تكون في الصورة، الشوط الأول انتهى بتقدم المنتخب السعودي بهدف على فيتنام. ولا غريب، لأن المنتخب السعودي بالمناسبة في إحصائيات المجموعات عمل إحصائيات عالية جدا جدا. أول شيء تصدر المنتخب السعودي مجموعته بدون ما يدخل فيه أي هدف، ودي في تاريخ البطولة ما حصلت. اثنين، عنده أقوى دفاع، عنده أقوى خط هجوم بعد أوزبكستان. المنتخب السعودي عنده 3 كلين شيت لحارس المرمى نواف العقيدي. المنتخب السعودي يقدم أداء أكثر من رائع، قلت لك في البطولة دي. منتخب فيتنام ما هو المنتخب الهين وهو وصيف 2018، لكن يعني سجل المباريات بين السعودية وفيتنام يعني الغلبة فيها أكثر للسعودية على المستوى الأولمبي. قدام المنتخب السعودي فرصة كبيرة جدا أنه يتخطى منتخب فيتنام، لكن حيواجه عقبة كبيرة جدا في الدور نصف النهائي أمام أستراليا، فالمفروض يكون محضر تحضير قوي جدا جدا. الأخبار جاءت أنه في إضافات حلوة شديد من المنتخب الكبير بعد انتهاء معسكر إسبانيا، اللي هو إضافة حسان تنبكتي وإضافة فرياس البريكان. إضافات أنا أعتقد حتزيد فعالية المنتخب السعودي اللي حس فيه يعني نجوم بيلعبوا على مستوى الدوري الأول في السعودية وبيقدموا يعني مستويات عالية. نواف العقيدي هو حارس منسب لفريق من النصر، متعب الحربي الظهير اليسار، سعود عبد الحميد الكابتن، لعيبة كبيرين جدا على أعلى مستوى، لعيبة في فرقهم عندهم وضع، عندهم إمكانيات عالية. فأنا أعتقد المنتخب السعودي ده منتخب يعني مستقبل الكرة السعودية.